الفنان الكبير صابر الرباعي وهو متابع جيد لكرة القدم، تتوقع المباراة القادمة إن شاء الله واللي بعدها كمان بين الأهلي والترجي النتيجة كام كام؟ يا شوف أنا ما نحبش أتوقع، لكن أنا بالنسبة لي أنا نقول أنه فريقين مثل الترجي والأهلي يكفينا فخرا أنه فريقين عربيين بالضبط، فريقين عربيين يكونوا في كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة ويقارع على مكانة مشرفة جدا أمام العالم وأمام الأنظار العالم، فهذا شرف لنا احنا ك ك ك ك يعني رياضيين تونسيين ولا مصريين. فالفريقين هذوما بالنسبه لنا احنا المكسب او الخساره ما بيهمش اكثر من انهم باش يكونوا خير سفير للكره نتاع كل بلد فيهم. فالفوز للاجدر هذا اكيد، يعني الفوز للروح الرياضية، الفوز للعلاقة الطيبة الرياضية ما بين تونس ومصر، هذا أهم شيء بالنسبة لنا احنا، واحنا متعودين عليهم كفرق كبرى جدا يعني.